من أجل الحفاظ على أمن بنغازي خلال شهر كريم، تواصل الأجهزة الأمنية في تنفيذ الخطة الأمنية رقم 4 لتأمين المدينة. فعناصر مديرية الأمن بالتعاون مع قسم النجدة يقومون بتسيير دوريات أمنية والتفتيش على المركبات الآلية لضبط الخارجين عن القانون. الشهر الماضي تم ضبط حوالي 14 شخصا متهمين في عدة قضايا جنائية، وتمت إحالتهم إلى جهات الاختصاص. قسم المرور بدوره مع عناصر الشرطة النسائية يقومون بدوريات تفتيشية على المركبات الآلية والتأكد من إجراءاتها، إضافة إلى إزالة الزجاج المعتم. الخطة الأمنية لتأمين المدينة خلال شهر رمضان المبارك وضعها مدير أمن بنغازي العميد عادل عبد العزيز بالتنسيق مع رئيس الخطة الأمنية رقم 4 لتأمين بنغازي العقيد خالد البسطة وجل رؤساء الأجهزة الأمنية. الخطة تتطلب مساندة قسم المرور والتراخيص لا سيما في ساعات الذروة على تسيير حركة السير وتخفيف الازدحام والاختناقات على الطرقات العامة والأماكن الحيوية. كما تم انتشار الشرطة الراجلة في مختلف الأسواق والشوارع الحيوية في المدينة وتكثيف التواجد الأمني بالأسواق العامة والشعبية بما يكفل عدم وجود أي اختراق أمني. مجهودات كبيرة تقوم بها وزارة الداخلية والأجهزات الأمنية من أجل ضبط الشارع العام والحفاظ على أمن المواطن وتأمين مداخل ومخارج المدينة بالكامل.